في هاد لا فيديو غادي ندوز 24 ساعه في طنجه. في هاد لا فيديو كامله غادي نشارك معكم فين تقدر تبات، شنو تقدر تاكل، وفين تقدر تمشي الا جيتي لطنجه. ومن قنيطره خديت تي جي في ب 93 درهم حتى لطنجه. 2000 years later. اوكي دابا رجعنا من الزناقه ديال الدروبه ديال المدينه القديمه ديال طنجه. لقيت مع حنان اللي غتكون معنا في 24 ساعه تقريبا ولا اكثر. ودابا غادي نمشيو نقلبوا على الهوست اللي دايرين فيه الريزيرفاسيون شي ما طلعت في المدينه. المهم نوصلوا لحد لوتيل هذا ونرجعوا لكم. فين اللي وصلنا؟ خلي باب الصوت. او ها داك الوقت اش باش كاين غادي ندير لكم واحد الروم تور خفيفه. فالمهم هادي هي شامبر انجيلا من هنايا. نورمالمون شامبر دو 3 بيرسون، بلاصه مي حنا غير دو بيرسون. علاش؟ حيتاش كنا ما لقيناش شامبر دو ديال دو بيرسون. كاين غير شامبر ديال 3 بيرسون، ولا كاين هادوك لي شامبر اللي كيكون فيهم دورمز اللي كيكون فيهم زعما 7 ناس ولا كثر. اي لو بروبليم ديالهم سي كو كاينين ميكس. اي ما صراحه مسولتش واش كاينين ديال البنات بوحدهم ديال الدراري بوحدهم. مي هادوك لي دورمز كيبداو مثلا 4، فالا كنت باغ اكزومبل 4 ديال الناس 5 ديال الناس غادي يكون بلان. ف هاد لي شامبر ديالنا غو بالمايك، جيسبر دابا تكونوا كتسمعوني احسن. المهم اللي غادي نقول لكم هو المهم هذه هي الشامبر ديالنا. البري ديالها كان اون توتال ب 500 درهم. 500 درهم و 2 3 بيرسون، يعني بار بيرسون غادي تجي واحد 166 درهم. فبالنسبه لي انا جو بونس كو بلان. عندكم حتى لوبسيون ديال كوزينه الا بغيتو طيبو فيها حتى هي كاينه. المهم ابارون من مورا هادشي انا دابا غير جلست هنا باش نبارطاجي معكم لي بري وكلشي. مي غادي نزيد ندير لكم واحد التور في الهوستل كامل في الروف توب جو بونس كو كاين. وكاينه كوزينه كما قلت لكم الا بغيتو طيبو فيها حتى هي كاينه. هذا لي فريمون بلان زوين، احسن بلان كيكون في الهوستل سورتو الا كنتي عاد جلست فيه واحد 3 ايام 4 ايام. بلان. من موراها خرجنا حتى بالينا سيتي باستور ديال المدينه قدام القصبه. خدينا التيكيت ديالنا من تما وانتم تقدروا تاخذوها اونلاين الا بغيتوا. صافي غير 10 مينوت 10 مينوت ماشي الا بغيتي توقع حتى يجي الترونسبور الاخر. ساعه يجي وحده. التيكيت ديال هذا الباص دايره 80 درهم بالنسبه للمغاربه. وكاين جوج ديال لي سيركوي، السيركوي اللي كيكون داخل المدينه والسيركوي اللي كيكون خارج المدينه. هنايا حنايا النهار الاول غادي نديرو السيركوي اللي كيكون داخل المدينه. ونزيدكم تيكي كتكون فالاب لمده ديال 48 ساعه. الباص كيدوركم على بزاف ديال البلايص، وفين ما بغيتو توقفوا كتقدروا توقفوا وتسناو الباص الثاني اللي كيكون كل ساعه. هنايا درنا حنايا السيركوي اللي كيكون داخل المدينه. لا دوري ديالو كتكون تقريبا 40 دقيقه. كيدوركم واحد الدوره خفيفه وسط المدينه، وفين ما بغيتو توقفوا كتوقفوا وكتسناو الباص الثاني كما قلت لكم اللي كيجي كل ساعه. وهنايا كيعطيوكم هاد لي زيكوتور اللي في اي بلاصه كيدوز عليها غادي تسمعوا التاريخ ديالها. اما فين تقدروا تاكلوا فهنايا جو ريكوموند هاد الريستوران اللي سميتو ريستو حسن اللي جا على الشارع. بصراحه كانت عندهم الماكله زوينه. النهار الثاني واول حاجه درتها هي مشيت لكافي الحافه، اشهر مقهى في طنجه. صراحه كنصحكم تجيولها في الصباح حيتاش كتكون شويه خاويه بارابور العشيه اللي كتكون عامره بزاف. ومن موراها رجعت للباص تلاقيت مع حنان، وهاد المره غادي نديرو تور اللي غادي تكون خارج المدينه. ونورمالمون هادي اللي كنت بغيت نديرها البارح. المناظر اللي غتشوفوا من هنايا راه ما يمكنش. فإلا جيتي لطنجة ضروري خاصك دير هاد التوغادي.
اول بلاصه مشينا لها هي الكابس بارتيل وبيان سور كو هنايا وقفنا وتسنينا الباص الثاني اللي جا من ورا ساعه فبقينا هنايا لمده ديال ساعه في لاكاب تيكي البري ديالها 50 درهم عند كي كونت ديال لاكسي الجاردان وحتى لاكسي الميوزي ولا المتحف اللي كيكون داخل ديال لاكاب سبارتيل وحتى تقدروا تطلعوا الفوق اللي غادي تشوفوا واحد الفيو زوين بزاف من الفوق من المنارة حد طريجات ودابا جينا للمغارة عندنا شوية دقايق باش كومسا ندخلو نعاودو نخرجو الناس اللي غيسولونا على التيكي هنا كنا مشينا نهار الجمعه والجمعه كتكون فور فري بالنسبه للمغاربه وفي الايام العاديه جو بونس كو البري كيكون ما بين 10 درهم حتى 30 درهم واو هذيك هي المغاربه فريمون كتبان واعره احسن بزاف من الكاميرا وملي كنا في الباص لقينا مع هاد جوج ديال الناس هادو اللي هما نورمالمون من بنغلاديش ولكن عايشين في يو اس اي تلاقينا معاهم بقينا كنهضروا ومشينا تغدينا انصامبل في واحد الريستورون اللي كان قدام مارينا وهكا سال الفلوق ديالنا وسالت 24 ساعه في طنجه نتلاقاو في الفيديو الجاي وما تنساوش لايك او كومنت وعطوني اقتراحات الفيديوهات الجايين فيوير ديال بصح